because the lifespan there is still, so it was raised from. Abalola Omoni, I am the founder and the project director for the Pan-African Humanitarian Summit. Basically, my role is to ensure that, to ensure the supervision and ensure that everything about the summit is in place and that everybody has a good outing. Hosted by the Moroccan government. Thank you. هذه القمة التي تحتضنها المملكة المغربية اليوم تحت شعار إفريقيا بيتنا هي قمة تهدف إلى إبراز الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خصوصا أن شعار مستلهم من خطابه في الرجوع خلال الرجوع المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي. المغرب يعني اختير الاحتضان هذه القمة لدوره الريادي في العديد من القضايا، من أهمها قضايا الهجرة، قضايا التنمية البشرية والعديد من القضايا الإنسانية. الآن يعني هذه القمة يشارك فيها حوالي 150 مشارك ومشاركة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من العديد من البلدان الإفريقية والبلدان الغير إفريقية، خصوصا البلدان التي تهتم بالشأن الإفريقي أو التي لها استثمارات في القارة الإفريقية. نأمل من خلال هذه القمة أن 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 نخرج بمشاريع عمل، لأن قلت في كلمة الافتتاحية اليوم أن هذه ليست قمة شعارات وليست قمة بيانات ختامية، وإنما قمة لأفكار مشاريع نطلقها جميعا. إفريقيا بيتنا هي مسؤولية اجتماعية لجميع الأطراف أن نبني هذا البيت الإفريقي من الأفارقة مع الأفارقة ومن أجل الأفارقة. Because we just realized that if نحن هنا يعني لنشارك إخوتنا وأصدقائنا في قارة إفريقيا إحياء الذكرى الرابعة للمنتدى الرابع للبان أفريكان. أمامنا يعني تحديات ورهانات كثيرة للسعي قدما لتوحيد إفريقيا يعني والمحافظة على الهوية الإفريقية، وطبعا هذه بداية، وكما يقال أول الغيث مطر ثم ينهمر. وبالمناسبة يعني أفتح قوس هنا لأتوجه بالشكر الجزيل للمملكة المغربية الشقيقة يعني على هذه المبادرة، ولطالما كانت يعني سباقة من خلال جلالة الملك محمد السادس يعني بمبادرته المعروفة لتوحيد سواء إفريقيا أو توحيد الدول العربية. وطبعا هذا هو الرهان الذي ينتظرنا الآن، العالم يتكتل. أعتقد أنه علينا أيضا كقارة إفريقية أن نحافظ على هويتنا، هذا أول شيء، ثم أن نلتف حول ما يجمعنا لنشكل قوة في عالم لا يعترف بالمتفرقات ولا يعترف بالجزئيات. مرة أزور المغرب، قلتها قبل قليل، اكتشفت أنني لم أسافر، يعني أنا جئت من داري إلى داري، نفس العادات، نفس التقاليد، نفس الثقافة، هنا خال وهنا عم وهنا أخ وهنا أخت، فهذا شعب واحد. أعتقد أنه مسألة فتح الحدود باتت أكثر من ضرورة، يعني وهذا أقل شيء، يعني هذا أقل شيء بين الإخوة، يعني الإخوة من المفروض يجمعهم أشياء كثيرة وتنتظرنا أشياء كثيرة، لأننا أهل وإخوة، ولا ينبغي أن نلتفت إلى الوهميات أو إلى المشاكل الوهمية. رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي، لأن المغرب هو من المنشئين المؤسسين رجوعه إلى الاتحاد الإفريقي، اعتقادي أنه ينبغي أن يتموقع داخل كل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، لأن الآن منسوب الأطر المغربية في الاتحاد الإفريقي محدودة جدا، وفي اعتقادي أنه ينبغي دعم الحضور المغربي في كل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، يعني برلمان، مؤسسات، مجتمع مدني، مؤسسات، ويعني كل البنيات هذا. فلذلك أنا أدافع عن قيام تقوية قدرات يعني المجتمع المدني وتقوية قدرات بعض المؤسسات مثل المؤسسة البرلمانية لكي يحضر في هذه المؤسسة الاتحاد الإفريقي أشخاص يتوفرون على القدرات الأساسية واللازمة
لكي يبلغوا إشعاع المغرب الثقافي وتجارب المغرب الرائدة في المجال الديمقراطي، في المجال التشريعي، في المجال الاقتصادي، وتكون هناك تحيد لبعض السياسات العمومية في أفريقيا، لأن الهدف هو بلوغ أجندة 2063، و2063 تحتاج إلى يعني تناسق السياسات العمومية الإفريقية من أجل بلوغ تلك الأهداف، سواء منها الأممية أو المرسومة في 2030 أو تلك المتعلقة بالاتحاد الإفريقي في أفق 2063. وهذا في نظري يحتاج إلى رؤية تشاركية، ثم كذلك إلى تنظيم وهياكل وإعلام، فضلا عن كما قلت عن دعم القدرات والطاقات المغربية والمجتمع المدني لكي يتبوأ المكان التي يستحقها داخل هذه البناء. فضلا عن ذلك تأتي البحث العلمي والتجديد والإبداع والتدوين المعرفة وتقاسمها بين كل البلدان الإفريقية لكي تكون هناك شراكة رابح، وتكون هناك كذلك هوية للاتحاد الإفريقي للقارة الإفريقية، والاستفادة أساساً من تجارب أجنبية. هناك تجربة يعني الصينية، تجربة التركية، الهندية، وهذه التجارب تمكن الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية من بناء يعني أسس يعني جوهرية وظيفية وبنيوية لبلوغ كل أهداف المسطرة. I was 22 years old when I stumbled on a book on leadership, and one thing struck me on the book. It says that if you cannot make decisions. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.